السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم اللي غادي يصايبوا لينا اليوم. هو الزوج ديالي هو اللي غيطيب اليوم، نمتوا اليوم في العشاء. اوكي، توكلنا على الله. شكرا شكرا بزاف، مرحبا بكم في الاكله ديال اليوم اللي ان شاء الله تقول على الله. بعدا غتكون مكونه من مكرونيه مجعبه ديال القمح، مصحوبه بالصدر ديال الدجاج من بعد ما غسلته بالخل والماء، كذلك مصحوبه بالخضار مقطعه صغيره الطراف. كتشرى هي هنا كتشرى بحال هكا، ولكن يقدر في الدار اللي ما شراش قطعه راه يقطعها يبغى يصيبها براسو. اوكي، كاين اللوبيا، كاين شويه الحامض، ربع تاع الحامض قطع، كاين المايس، كاين جلبانه، كاين هنايا بصل مشلضه، كذلك كاين مطيشه مشلضه. شحال تاع مطيشه؟ جوج مطيشات تقريبا مشلضين. عندنا هنايا مطيشه ديال الحب كونسيرفي اللي كتبان. جوج مطيشات ندير على حساب. اوكي، عندنا هنايا قزبور يعني مقرط، عندنا هنايا وقت عموسه اللي بغا يديرها. ديال لي التوابل هما عندك شويه السكنجبير ما دابا حل بارد، عندنا الفلفل الحمراء غبره، عندنا الزعفران غبره، وعندنا الملحه، كذلك عندنا البزار، وعندنا زيت العود، وعندنا هنا الحار اللي بغا يدير الحار. ديال البزار وزيت العود وحار اللي بغا ندير شويه باش نعطيك الذوق ديالها. دابا شنو غنديرو؟ ان شاء الله اليوم غنبداو ان شاء الله نتوكلو على الله. غنديرو اول حاجه غنديرو بصل مشلضه هنايا، طنجرة أو جميلة على حدودها. من بعد غنديرو مطيشة مشلضة، هاهي هي، نديرو شي جوج معالق صغار ديال القزبور، نديرو كذلك شي جوج معالق ونص ديال الكونسيرف، مطيشة كونسيرف. ندير وقت الموسى ندير جوج باش مزيان صافية. اوكي، دابا انت اللي مطيب شويه، شوية السكنجبيرة، شوية النص او الراس ديال المعلقة صغيرة. كذلك هاد النص معلقة ديال الفلفل الغبرة، شوية ديال الخرطوم تا هو كذلك، والملح على حساب. انا غندير نص معلقه باش ما يجيش ملح بزاف. شي كثرتي على الطحينه؟ لا، هي هذيك مزيانه شويه، انا شويه ملح صافي، شويه ابزار او الغزار ماشي بزاف. تعجبك تاكل الحار؟ مزيان، دابا الحل بارد، دابا الحل بارد تاكل الحار مزيان باش تسخن الجسم. زيت العود، شوية زيت العود. اوكي، شنو غدير من بعد؟ دابا نخليه يتقلى شوية، ومن بعد غنزيدو شوية الدجاج. من بعد دابا نمشيو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غندير شويه الزيت عاوتاني هنايا في الماء باش نديرو فيه المقارونيه، خلي بعدا تغلى مزيان باش ندور المقارونه. ها شويه الزيت باش ما تفسقش، وشويه الملح ماشي بزاف باش ما تحكم صافي. نجيو دابا ان شاء الله هنايا. من بعد دابا لاحظوا دابا اش كيتقلى، ريحه عطيه زوينه تبارك الله. دابا شميت الريحه؟ شميت الحمد لله والله. دابا ولاو رجعوا للتقسيم، حيت ضروري الانسان خاص يعاون مرتو في الدار ماشي عيب. الرسول عليه السلام كان كيساعد سيدنا عائشه. اوكي، دابا شنو غنديرو؟ دابا ان شاء الله غادي نزيدو الصدر ديال الدجاج هنا يتقلى. من بعد ما يتقلى شويه نحيدو باش نديرو الفران باش نديرو الخضره. اوكي، غنقطع طرف صغار. طرف صغار انا نعرف نديرو. اوكي، صافي، نديرو مع اللي قناه باش يشرب باش ندير الفرن يجي قابل فيه زوينه. من بعد من حيدو من هنايا نديرو الفران، لا من الاحسن ما نقر مزيان باش يجي ديبوزي كيتسال،
ومن بعد غادي نديرو الفطور. باش غنديرو الخضره ان شاء الله يا ولدي اخي، الخضره خلينا يتغلى الماء مزيان، يغلى مزيان الماء ان شاء الله ندورو. من بعد دابا جي الماك هذا الدجاج، غادي نجيو نصفو نديرو بعدا هنا مع تنصفي باش نرجع يطيق هذا الطنجرة ونزيدو الخضرة ان شاء الله. غادي نزيد الدجاج بحال هكا، غادي باش الدجاج نعجبو بوحدو. هاد القيمة كترجع ما نضيعهاش، غادي تسمع شوية القيمة ديال الدجاج ماشي مشكل باش تعطي الريحة. إذا ما غتصفي غادي نرجعو ليه. دابا دابا إن شاء الله نزيدو الخضرة، جمدت هي مسكينة صبرات بنينة. غادي نطلق دابا، غادي نطلق وانا شوية مسخو بعد يطيب وطيب الشعير كلشي نرجعو ليكم. دابا من بعد ما طاب الماء، غلا الماء، مع الماء غلا الماء، غنديرو الشعير حتى تبقى غندوروها باش ما تلبسش باش شويه مرمر، ندوروها شويه مرمر باش ما تلبسش. اوكي اوكي ورجع من بعد ياك. اوكي هي الخضرة ديالتنا كلها طابت، الدجاج حتى هو الدجاج دابا غيخلط الدجاج وغادي يصفي المقارونية المقارونية مجعدة ونخلط فيها أون سبون دابا غيخلط كلشي ونوريكم التقديم الآخر. غدا الما درنا دابا غادي تصفيها أون سبون إن شاء الله. دابا خلطنا الحم العطية وصفينا المقارونية، دابا غادي نزيدها. اوكي زيد شوي بشوي انت كتقلب نقولها واحد ربع ساعة تطلق مزيان نقدمها ان شاء الله في اليوم الاخير ان شاء الله. اوكي هذا هو الطبق ديالنا في الاخير، قبلوا علينا تبارك الله على زوجي العزيز. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الاكله. هذا هو الطبق ديالنا في الاخير مصاحب الديسير، وكنتمنى يعجبكم ويرقكم وان شاء الله تلقاو شي اكله اخرى ان شاء الله جديده ان شاء الله. ان شاء الله طيب ان شاء الله باذن الله.